السلام عليكم إخواني في حلقة جديدة وملخص. نذكركم بالدعاء لإخواننا بالثبات ولشهدائنا بالرحمة. معكم جو من قناة Arabic MMA Reviews، ونبدأ بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. دائما عرف إسلام بشخصيته التنافسية الشرسة وعدم حبه للخسارة، وهذا حسب قول صديقي عمري وأخي حبيب نور محمدوف وشهادته على أول خسارة له في الفنون القتالية كهاوي، وكيف كان صداها عليه وعلى تطوره. حسب حبيب كان تطوره للأحسن وعاد للمنافسة أقوى. بما أسلفنا نأتي لموضوعنا، حيث تمضي الأيام وبعد مسيرة احترافية حافلة تؤدي به لليو اف سي تأتي أول هزيمة في مساره الاحترافي، لا على البال ولا على الخاطر، في ثاني نزال له بالمنظمة. تعتبر هذه الهزيمة محطة فاصلة في مسيرته، والحمد لله على قدومها مبكرا. يقسم هذه الهزيمة مسيرته لمرحلتين مهمتين توضح مدى التطور الحاصل بها وتكمن فيه. قبل الهزيمة بضربة القاضية، ثقة كبيرة بالنفس والاشتباك المتهور. بعد الهزيمة، وهذه الأخيرة نقدر نقسمها لجزئين، الأول الحذر المفرط، الثاني ثقة بالنفس والنضج. إذا وصلت أخي إلى هذه المدة من الحلقة بمشاهدتك فأنت متابع رائع لنا، وبالتالي لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشترك. اشترك صديقي، لا تنسى اشترك الآن حالا. تحليل مرحلة قبل الهزيمة مبني على نزالين. الأول نزال إسلام ضد ليو كونت، هو بداية إسلام باليو اف سي. إسلام عرض مهاراته بكل ثقة وبطريقة رائعة، لكمات أبركات رائعة، رفعات موجودة، ضربات إلبو في التمام، مستجد يملك كل شيء. ينهي نزاله بخنق خلفي ليبرهن على أن المنظمة لم تخطئ بالتوقيع معه. مستخلصا من هذا القتال أيضا هو اعتماد إسلام على الضربة المضادة كاونتر بانش في كثير من لحظات النزال، تمهيدا للإطاحة بخصمه والفوز بالتيك داون. وهذا ما كان، كل مرة كونت يرمي كروس أو جاب يرد عليه إسلام إما بجاب أو يغير مستواه من أجل التيك داون. كذلك أحيانا متهور ومقدام بطريقة شرسة مما قد يبدي نقاط ضعف، لكن مهارته وضغطه في هذا النزال غطى على ذلك.